بكل أشكال الرفض والغضب يعبر الشارع الأردني عن رفضه للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين. آلاف الأردنيين تداعوا لهذه المسيرة الحاشدة من وسط البلد في عمان، الحناجر تصدح باسم المقاومة، الحناجر والشعارات والهتافات تؤكد أن الرفض الأردني الكامل لكل الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة ولبنان. نشاهد هذه اللافتات والأعلام الفلسطينية والمشاركة الواسعة من الفعاليات الشعبية التي تؤكد في كل مسيرة وفي كل وقفة رفضها هذا الاحتلال، مطالبات بإنهاء جميع التعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي، وقف العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية، إنهاء العمل بمعاهدة السلام، محاسبة رموز الاحتلال، رموز الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأيضا فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات وإنقاذ القطاع المحاصر في ظل الحصار المثبت على جباليا ومدن الشمال في غزة. هذا الصوت الأردني وهذا الغضب الأردني الذي تعبر عنه الفعاليات الشعبية والتيارات الحزبية التي تشارك في هذه المسيرة الكبرى رفضا لعدوانية الاحتلال الممنهجة بحق المدنيين في غزة ولبنان. غيث الرقاد، الغد، عمان.